مبلغ ده انا ولا انت؟ انت شو ده انا؟ دير الفلس بعده واللي جا فيه الفلس يبدا هو الاول. نبدا انت سؤال موال. الا كنت يا راجل قول هادي امو الشاط وشرمات القتاب ومش حاط عطاني شاط وشرمات القتاب ومش حاط كتيجي الشاط وشرمات القتاب ومش حاط بقى عندي لا شاط لا شرمات القتاب ولا مش حاط. انا مش راجل مطك شتي ما بومبيتي شاد الحرم. محلينا اليوم ما عندنا مشكل تقني ما كاينش هذاك مول الزر، هادشي علاش غتضغط على راسك بلاصه الزر. في ماده القمم السؤال الاول ما هي قمه الادب؟ دق في الثلاجه قبل ما تقول لا تحلها. ما هي قمه التروع؟ اللي جاوبك شي واحد من داخل يقول لك شكون. وما هي قمه التروع؟ تقول قريب سالم تقول شي بوليسي يعصفك النشيد الوطني في الصفاره. وقمه الازعاج؟ الاراره. وقمه الاراره؟ الطياره. ما هي قمه النجاح؟ موس. قمة التخلف؟ اي وقت فوق البوليس ديال قبيلة. ما هي قمة الجمال؟ تبوكيصة. وما هي قمة تبوكيصة؟ قنبولة. وما هي قمة قنبولة؟ نشوفوكش. العمى تاش ما نشوفوكش. ما هي قمة الأكل؟ السكر كلاصي فوق الشفة. عندك مع البركة مع الطلبة ما علينا. قمة الألم؟ هي تكون البرد وتكون عريان ويجرك مقلبة فوق الشانطة يجرك الطوبيس. واخا. وما هي قمة الصدفة؟ يدوز قدام هذاك البوليس ديالك. وقمة الخجل؟ تشوفك هذه في قلب ونسى كبيره. ودابا ارخف على راسك بشويه عليك. السؤال الاخر ديال الحلقه ساهل ماهل، على اي جنب كتنعس؟ على هذا. على الزامه حيت هذا تحرد ليا مع الشانطي.